كابتن حسن، احنا وصلنا لفقره مهمه جدا. احنا كبرنامج ادينا حق الكابتن حسن حمدي من خلال برنامج، احنا مهما عملنا طبعا مش هنديك حقك يا كابتن، لكن الجمهور ليه حق عند الكابتن حسن حمدي. هنسمع الجمهور بيقول ايه ونرجع حضرتك تعلق على كل واحد. حضرتك مبسوط من فريق الكوره اللي موجود حاليا في النادي الاهلي ولا لا؟ اتفضل يا كابتن. لا طبعا، النادي عنده فرقه كويسه وعنده فرقه قويه، وكل ما بيكسبوا بطولات دي بتدي احتكاك كويس. يعني احدى الاسباب ان احنا كسبنا بطولات افريقيا ان احنا لعبنا في افريقيا اكتر من اي نادي تاني، اكيد واخد بالك، وعملنا احتكاك خصوصا لما نوصل نهائيات، فبتعدي مثلا ابتداء من دور الاربعه او دور الثمانيه بيبقى عندك ثمان فرق قويه. لما بتحتك فيهم بتاخد يعني خبره اكتر. نعم، فطبعا دي حاجه مهمه. فالنهارده احنا بناخد خبره كويس وبناخد احتكاك، واعتقد ان احنا هنمشي على كده ان شاء الله. طالما ان انت عندك بطولات وبتوصل نهائيات وبتعمل احتكاك دوت، عندك ميزه مع اي نادي تاني. يعني انت مبسوط من الفرقه يا كابتن؟ اه طبعا. اللي بعده، احنا امتى نشوف النادي الاهلي دايما في مونديال كاس عالم الانديه باستمرار؟ يعني الاداره ماشيه كويس، اداره الكوره واداره النادي ماشيه كويس. الاحتكاك لازم في احتكاك بصفه مستمره. يعني كل ما اشتركت في بطولات دوليه كل ما خدت احتكاك قوي فبترفع مستوى اللعيبه اللي عندك. نفس الحكايه لو انت النهارده مثلا لو محتاج النادي محتاج تدعيم. تدعيم لازم. مفيش نادي مش محتاج تدعيم. نعم نعم، مفيش نادي مش محتاج تدعيم. ماشي. فده طبعا انت مستك ان انت يبقى عندك اداره واعيه ان هي بتعرف، انا بتكلم فنيا بقى، ان هي بتعرف ايه النقص اللي عندها في المراكز وازاي تغطيه، وازاي تشوف الناشئين اللي تحته طالعه بعد كام سنه. يعني لو مثلا واحد تحت 20 سنه شوف النواقص عندك فين والكلام ده كله. كنا بنعمل الكلام دوت. يعني كان فيكم لجنه بنديرها بالطريقه دي. يعني ما كنتش بتدير لوحدك. طيب نشوف اللي بعده. هل حضرتك اخذت قرار قبل كده وحسيت ان انت ندمان عليه؟ هل حسيت في وقت من الاوقات ان انت ظلمت حد؟ هو ده السؤال اللي كنت عايز اوجهه للكابتن حسن حمدي واتمنى يرد عليه. الحمد لله ما اعتقدش يعني ان ما ظلمتش حد يا كابتن، لا في الاهرام ولا في النادي الاهلي. الحمد لله، ده اللي فاكره. طيب هل خدت قرار وندمت عليه؟ لا برضه ما اظنش. طيب هل خدت قرار وقلت يا سلام يا وزير الدفاع انت خدت القرار في محله؟ طالما انا خدت قرار ببقى مقتنع بيه خلاص. طالما اخد، وبعدين ممكن اخطا، ما فيش بني ادم ما بيخطاش. يعني ممكن اكون خدت قرار واخطات بس انا مش فاكر، واخد بالك، حاجه زي كده. نعم. لكن 100% في حياتي عملت اخطاء، فيش بني ادم بيعمل كل حاجه صح. يعني طبعا ناخد اللي بعده. كابتن حسن، ايه القرار المهم اللي انت خدته في حياتك الشخصيه بصفه عامه؟ نفس الحكايه الشخصيه، ما انا بقول نفس الحكايه. يعني انا بشتغل تلقائي او بعمل تصرفاتي بكل حاجه، والمشاكل بتقابلني باخد بقول رايي فيها تلقائي، واخد بالك ازاي. فما فيش حاجه بعملها مش تلقائي. يعني ما فيش حاجه ان اقول لا ده انا لازم اعمل دي معينه عشان مش عارف ده عمل لي ايه وده ما عملليش ايه او يعني كده. طالما ان انا شايف ان قراري ان في مصلحه، في يبقى في مصلحه. قراري شايف ان في غلط بقول في غلط. نعم، يعني مقتنع بكل قرار بتاخده بتدرسه. يعني مش كل حاجه حد بيجي يكلمني. انا كتير قوي بقول للناس ان لا ده انتوا غلطانين. نعم. في الكلام دوت اللي بتمشي صح، لا انتوا ظلمتوا كذا. انا عارفك انت صريح. وفي ناس اقول لهم لا صح الكلام اللي انتوا ماشيين فيه. ويمكن يضايق ناس تانية، بس بقول رايي اللي انا شايفه صح. كابتن حسن، احنا كده بالنسبه ده كان اخر سؤال معانا بالنسبه في الفقره دي بتاعت حق الجماهير.